طيب خلونا نروح نشوف الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والوداد امبارح. عقد الاجتماع ده يوم السبت. اسفر الاجتماع عن ايه؟ الاهلي ان شاء الله باذن الله هيرتدي الزي الاحمر بالكامل. حارس المرمى كابتن محمد الشناوي الزي بتاعه اللي هيرتديه هيكون لون الاخضر بالكامل، ده بالنسبه للنادي الاهلي. الوداد هيرتدي الزي مكون من لون الابيض بالكامل، ويرتدي حارس مرمى التيشيرت بنفسجي والشورت والشراب لون اسود. اللي حضر الاجتماع من جانب النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وسمير عدلي المدير الاداري، وماهر عبد العزيز اداري الفريق، الى جانب طبعا مندوبي نادي الوداد، في حضور مسؤولي الاتحاد الافريقي وكمان مراقب المباراه وحكم اللقاء. الاجتماع ناقش الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه من حيث مواعيد الوصول الى ملعب المباراه، كمان الزي الخاص بكل فريق. طيب خلونا نروح طبعا لمعالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. يا معالي السفير يا صباح الفل. صباح الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ انا زي الفل الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو سؤال صراحه اكلاشيه يعني، بس قبل ما اقول السؤال الاكلاشيه ده، اكيد كلنا بنشجع مصر، فحضرتك بقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي. طب الحمد لله، دي اجابه يعني غير دبلوماسيه من دبلوماسي. انا فكرتك تقول والله احنا كلنا بنشجع مصر وكده يعني. لا طبعا، ما هو يعني منتخب مصر جاي ان شاء الله يوم الاثنين، فاحنا منتخب مصر باذن الله الماتش يوم الاربعاء باذن يعني الله. يوم الاثنين يجي يوم الاثنين ويلعب يوم 14 ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله برضه نسعد بمداخله من حضرتك تكلمنا عن كواليس منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم على التفاصيل بقى الخاصه او الكواليس الخاصه. اكيد طبعا في تنسيق ما بين السفاره وبين المسؤولين في المغرب علشان الامور التنظيميه والامور اللوجستيه. صحيح يا فندم، احنا طبعا يعني بدانا الموضوع طبعا التنظيم والتنسيق قبل حتى وصول بعثه النادي الاهلي، مع طبعا مجلس اداره النادي الاهلي فيما يتعلق باجراءات التامين اللوجستيات فيما يتعلق بالحصص التدريبيه، كل ده كان في تنسيق بيننا وبين النادي الاهلي من الجانب، وبيننا وبين السلطات المغربيه من الجانب الاخر. ده عظيم جدا. معالي السفير، احنا المفروض كام مقعد مخصص للنادي الاهلي بكره ان شاء الله؟ هو حضرتك يعني وفقا لما يقرره الكاف، اعتقد احنا بنتكلم حوالي 1500 من 1500 ل 2000 تذكره بيبقوا مخصصين للنادي الاهلي، مثل ما كان الحال لمشجعي الوداد في القاهره. من 1500 ل 2000. تمام. صح كده؟ طيب تمام. عايزين برضو احنا تقريبا عدد الجاليه المصريه في المغرب 12000 تقريبا. حضرتك كان ليك رساله مهمه جدا بتوجه الجماهير ان هي بتشجعهم بتحفزهم ان هم يروحوا يحضروا المباراه. صحيح حضرتك، هو احنا يعني بنعول طبعا انه المدرج النادي الاهلي يمتلك، ونعول طبعا على طبعا الجماهير الجاليه المصريه الموجوده في المغرب، وبعض الجماهير راح تيجي من مصر، ولكن الجزء الاكبر طبعا هيبقى ابناء الجاليه، لان الجماهير اللي جايه من مصر ما هياش كثيره يعني كثيره في العدد يعني. وبالتالي تعويلنا بالاساس على ابناء الجاليه، واحنا مع جمعيه الجاليه وطلبنا مع اوساط الجاليه المختلفه بنحاول نعمل عمليه تعبئه، بحيث انه ان شاء الله بكره يبقى فيه عدد كبير من الجماهير موجوده وتملى المدرج. قول لنا كده معالي السفير، يعني التحرك هيكون ازاي؟ الجماهير المفروض هتتوجه للملعب ابتداء من الساعه كام؟ الاجواء الطقس يعني بكره ان شاء الله هيبقى ازاي؟ يعني حاجات كده احنا مهم احنا نعرفها، او كمان الجماهير المصريه في المغرب مهم جدا ان هم يعرفوها. هو حكي الاول طبعا في موضوع التذاكر يتم شرائها سواء من عبر المنصه على الانترنت او النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه مشكورا طبعا، نادي عريق وعنده خبره كبيره، قام بشراء عدد من التذاكر يقوم بتوزيعها على الجماهير طبعا جماهيره، ده فيما يتعلق بالتذاكر. طبعا توجه الاستاد اعتقد هيكون برضه في حوالي الساعه الواحده مثلا او الواحده ونص بالنصف، يتم التوجه للاستاد في مدخل مخصص لل جماهير النادي الاهلي، في تامين خاص ليها ان شاء الله. وطبعا احنا بنتابع هذا الموضوع مع السلطات المغربيه المختصه عشان نضمن
سلامه الجماهير في وقت الدخول او اثناء المباراه او ايضا في الخروج من الاستاد والعوده الى منازلهم ان شاء الله. استاذ سفير، يعني كعاده يعني الاجواء ما بين الجماهير نادي الاهلي وجماهير نادي الوداد المغربي مصر والمغرب بيبقى فيه كده اللي هو ايه، حاجات زي بيقولوا سبايسي، يعني حاجات اللي هي ايه بهارات ما بين الجماهير، يعني حاجات كده اللطيفة اللي احنا كجماهير، يعني الأجواء هناك شكلها عامل ازاي مع السفير؟ لا هو حضرتك طبعا حضرتك عارف اكتر مني انه طبيعة التشجيع في المغرب ليها خصوصية فيما يتعلق بالحماس، فيما يتعلق برابط المشجعين، عندهم من أقوى رابط المشجعين. ليهم مراسم معينة في بيسموها في دخول الفرق في التشجيع في الأهازيج، واعتقد النادي الاهلي والجاليه المصريه هنا واخده على هذا الموضوع، وبالتالي احنا نعول على هذه الخبره في التعامل مع هذه الاجواء، هي اجواء حماسيه ولا تخرج غالب في الامر عن نطاقها الخاص بالتشجيع. الصحف بتتكلم هناك على الموضوع ازاي؟ متعاون معانا جدا في هذا الموضوع، وبالتالي اعتقد ان الامور هتطلع في النطاق الجميل الاخوي الروح الرياضيه بتاع الكوره ان شاء الله. الصحف هناك في المغرب يعني بترصد الحدث ازاي؟ لا طبعا في اهتمام كبير جدا، لانه طبعا نادي الوداد هو من اكبر الانديه في المغرب، بطل افريقيا السنه اللي فاتت، روح الدوري السنه اللي فاتت في المغرب، ليه شعبيه كبيره، وطبعا يعني هو انجاز لو حصل بيبقى انجاز طبعا يضاف للكره المغربيه، فطبعا في اهتمام كبير جدا اكيد، وفي تحفظ كبير جدا جدا برضه من الماتش، لانه النادي الاهلي طبعا نادي القرن، وبالتالي يعني الماتش عارفين الماتش مش سهل خالص. أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ياسر عثمان، وإن شاء الله بكرة بإذن الله يعني نتواصل مع حضرتك، نبارك لحضرتك بإذن الله فوز النادي الأهلي مرة 11 كأس الأفريقي الغالي. أشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب.